الاستاد والملاعب والالعاب القوه وتنس الطاوله والهاندبول والباسكت والمبنى الاجتماعي. ممنوع عضو رياضي يخش ناحيه المبنى النادي. الاجتماعي في فصل كامل ده بتاع الاعضاء العاملين. الباب ده يتقفل الا اذا العضو الرياضي عمل عضويه عامله فكان يسمح يخش. طب دخلت النادي والله لغايه قريب كان بعد اوضه جهاز الكوره في فصل. ايوه ما هو ده الفصل. لا اتشال ده الكلام ده دلوقتي. بس برضه ما بيخشوش غير الاعضاء العاملين يعني، لان الاعضاء الرياضيين بيتمرنوا ويمشوا. ما فيش اعضاء رياضيين دلوقتي غير اعضاء الفرق. ومعظمهم بيعمل عضويات على فكره. اتعلموا الدرس صحيح، كل اللي بيجي لان كان في تيسيرات على العضو قريب على العضو الرياضي عشان يعمل عضويه ويبقى عضو نادي. فكله كان بينتهز هذه الفرصه يعني. طلعنا بقى اتعمل الكلاب هاوس الجديد او المبنى الاجتماعي الجديد، طلعنا نقعد فوق. لقينا قاعة اسمها فكري أباظة. دي كبار محدش يعتبها، ما نجرؤش نفتح الباب ونبص مين جوه. جنبيها صالة البريدج. تشوف بقى نور الدكتور نور الدين طراف، فكري باشا أباظة، الشرايعة، آل فهمي، كبار الأهلي. خشب لا خشب أنا ما حضرتوش قوي، إنما كنت تشوف الكبار. طب كابتن صالح سنين كانت عمل بقى العلاقة اتوطدت بيني وبين الكابتن صالح من الكلاب هاوس ده. المبنى الاجتماعي. البلياردو. أنا يعني طبعا الكابتن صالح لاعب كرة. كان بيطلع يقعد، كنا نقعد على جنبه من بعيد كده نشوفهم هو كابتن طارق ما يقعدوا بقى وبتاع، ما نجرؤش نقتحم حديثهم وبتاع، لحد ما بقى في علاقة وحوار مباشر من خلال لقيت صالة بلياردو. انا كان ليا لعيب بلياردو كان احسن لعيب بلياردو في مصر اسمه علي عبد المنعم، كان مهندس. وفي نادي الجزيره قلت لهم اعمل لكم فرقه، تقدر تعمل فرقه؟ جبت لهم فرقه من اول سنه 5 سنين ورا بعض احنا ابطال مصر في البلياردو. فبداوا الناس يجي يتفرجوا على اللعيبه الكبيره دي. فبقت علاقه اجتماعيه، البلياردو لعبة اجتماعية، لكن علينا فرقة وابتدى مجموعة معينة منهم الكابتن صالح يتابع ماتشاتنا ماتشات البلياردو، والعلاقة ابتدت. وبعدين ابتدينا نتكلم في الكورة، وبعدين جت فرقة السبعينات وقال يعني قلت له ما تيجي تتفرج معانا على الناشئين يا كابتن. كان بطل بقى قبليها بسنة ولا حاجة، فانبهر بزيزو وانبهر بصفوت وانبهر كانش لسه الكابتن الخطيب جه، وبدا يروح يتفرج عليهم بره. واتفرج مره الاهلي مع نادي النصر 6-0، صفوت عبد الحليم مش عارف جاب 5 ولا جاب 6 رحمه الله عليه. فابتدى يتكلم واتكلم معانا، وابتدينا نقول له اذا كان يقول الفرقه دي لو لقت مدير يعلمها يعني ايه النادي الاهلي ويحافظ لها على كرامتهم ويجيب لهم حقوق من غير ما يطلبوها زي ما احنا كان بيحصل معانا او كنا نتمنى. فبقى يا كابتن طب ما تمسك انت، طالما انت مؤمن بيهم كده ومحدش هديهم هذا الكلام غيرك. انا مش في باله الا ان اقتنع ومسك الفرقه دي. وبدات كابتن صالح تبقى في علاقه مباشره بيني وبينه، نتيجة ان انا بتابع الناشئين وهو متابعهم وبتابع الكرة وبتابع الرياضات التانية وبدا يحضرها. فبدات يقول لي انا جاي لي انا راجع من لندن بس جبت فيلم فيديو عن ماتش كذا وكذا، كانش لسه ماتشات بتتذاع الاجنبيه، اروح اتفرج معاه. بعدين اكتشفت انه راجل بيحب الموسيقى، انا بحب الموسيقى جدا. هو ذواق قوي، فبتسمع عنده موسيقى عربية أصيلة. بعد كده الكابتن طارق سليم خدني في الموسيقى العالمية. الكلاسيك والأسباني ومانيتس لابلاتس بتاع أحسن عازف جيتار في العالم. بعدين عرفني دنية عصام الشريعي عمار الشريعي. الله يرحمه. طالع. تعال نروح لعمار هوري لك بقى مستقبل الموسيقى في مصر. عمار الشريعي، فكنا نخلص البلياردو ومعانا شويه الشرايعه الشباب اللي جايين ونروح له. وعمار
عشت حياة ثقافية مع الكابتن صالح. لا كابتن صالح بقى أصبح من واحد بيحبه كلاعب كرة إلى جزء مهم جدا في حياتي. أتعلم منه وأتفرج عليه ويكمل لي الرياضة بالفن بالأدب بالإدارة السليمة، يقبل إيه ويحب إيه وما يحبش إيه من غير ما يقول لي، بشوفه يتصرف إزاي. وبعدين هوايا هو هوا، يعني الحاجات اللي بيحبها في البشر، الصدق مطلقين، الصدق وعدم الخيانة وعدم النفاق وعدم والنظافة والصراحة والوضوح، ده هوايا. فهذا المشوار بدأته مع الكابتن صالح لحد ما نزلنا الانتخابات مع بعض. كان علاقتي بيه ان انا رشحت طاهر الشيخ مثلا وانا عضو نادي، وفضلت ورا الموضوع مصمم عليه لما سافرت كندا ورجعت بيه، وما كانش حد اداني فلوس وما كانش معايا فلوس، واستلفت الفلوس وخدتها بعد ما رجعت. بعد كانت ما رجع اول صفقه من مهندس الصفقات وانا ما كنتش مسؤول. انا كنت في تنس الطاوله وساعات هاند بول ساعات مش عارف ايه. عملت في 74 الصفقه الاولى الكابتن طاهر الشيخ ونبهت، بس كان في نفس اللحظه كابتن عزت بيتكلم في نفس الموضوع في مختار لان انا كنت اتفرجت عليه مع عوضنا الله يرحمه، بتفرج انا على ماتشات الناشئين وهو في اسكو. ايه ده؟ قلت له ايه الواد اللي زي الفتله ده، ما خدنا مرمطه من كتر ما كان بيرقص على الخط، جسمه وهو اسمر طلع مغير. انت شايف ده كابتن؟ يقول لي فلما سمعت بالصدفه ان اسكو بيحل فرقته جريت لقيت الكابتن الاستاذ كمال حافظ في اوضه المكتب التنفيذي مع الفريق مرتجي، كان يقعدوا تملي في الاوضه دي اللي تحت بقت اوضه المدير النادي بقى دلوقتي. كانت هي اوضه رئيس النادي. فانا يا كابتن خبطت دخلت لقيت الكابتن عزت جوه، قلت لهم يا جماعه اسكو بيفك فرقته، وسمعت ان في لعيب اسمه مختار، انا اتفرجت عليه بنفسي يا كابتن. فعايزه تسال لي استنى اشوفه مكتوب عندي ده ولا لا. قال لي مكتوب، انا مكتوب مختار علي. قلت له هو ايه؟ هتلاقيه مختار علي مختار هو. قال لي كابتن عزت ابو الروس. قال لي هو مكتوب وابو رحاب. ايوه احمد ابو رحاب. فقال لي قلت له بس ده الزمالك مستنيه، هو النهارده انا سالت قالوا لي في اسكندريه وهيرجع لان الزمالك اتكلموا معاه. فكمال حافظ راح طالب بالتليفون طلخه وعلي رخا في نادي اسكو، قالوا له ده هو خلاص السجن بيطلع نادي الزمالك لان ما انتم ما اتكلمتوش. قالوا لا كمال حافظ رغبه اللاعب، جيب الولد واساله. قالوا هو جاي بكره، احنا هنستنى لما يجي بكره. حد يسافر اسكندريه جابه معاه وخده من المقطر بقى، ده شغل بقى عمك عبد البقاء. لا اجي الاهلي. طيب بعد ما جه ومضى في الاهلي وخدنا الاستغناء، ليه خدنا الاستغناء؟ لان ايوه هو الـ 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 يعني نادي اسكو قال انا مش هلعب خلاص هفك الفرقه، بس اللعيبه مقيده عنده ولسه الموسم ما ابتداش. حتى ممكن على ما ياخد القرار يكون لا ناخده باستغنى. خدناه باستغنى وجه وكمل بقول لك يعني وتوالت المسؤوليات بقى. طيب هذه العلاقه افرزت شريط البوم ذكريات كبير جدا. احنا لما بنقف مع المهندس عادل القيعي عن بعض التفاصيل في هذا المشوار الثري جدا في حب الاهلي، مش ابدا كسيره ذاتيه او مشوار حياه للمهندس عادل القيعي او احتفالا به وهو المؤكد يستحق كل ده، لكن احتفاء بالاهلي وتسليطا للضوء على مشوار مهم في لواحد ايقونات النادي الاهلي التاريخيه، علشان الاجيال الجديده تعرف ازاي كل هذه الاجيال التاريخيه حبت الاهلي، اتعلموا ايه في النادي الاهلي، بيقدموا ايه للاجيال الجديده من معاني وملامح حب الاهلي. هنقف مع البوم ذكريات المهندس عادل القيعي صوره صوره، لانه مؤكد خلف كل صوره تفاصيل كتيره. ايه دي؟ ده وانا عضو مجلس اداره مع الفريق مرتجي والاستاذ كمال حافظ في احد الماتشات. طيب
أقدر أقول على هذه الصورة أنت دخلت هذا المجلس وأنت من خارج هذه القائمة أو المجموعة. أنت محسوبا للكابتن صالح. أول انتخابات الكابتن صالح يدخلها بالمناسبة ضد الفريق مرتجي ولم يوفق الكابتن صالح. المجموعة اللي كانت مساندة له في الانتخابات نجح منها فقط المهندس عدلي القيعي 76. أنا كنت رجعت من كندا. أيوه. والدي تعب. أيوه. كنت عامل هجرة يعني بعد الدورة الأوروبية رجعت. موضوع كندا ده موضوع تاني بتحكي بالواحد. أيوه. لقيت الانتخابات كابتن صالح قرر فجأة أنا هنزل الانتخابات. قبليها بشهرين ولا شهر ونص. كان استمرار. فبدأنا نعمل مجموعة ينزل بيها. هو دي طريقة كابتن صالح. طب معانا حد نبقى بنفكر زي بعض. وأعتقد كان منتظر إن الدكتور طراف ينزل لغاية اللحظة الأخيرة. أيوة الدكتور طراف اعتذر ده حقيقي. اعتذر فقدم نفسه هو. فقال وكان المهم إن احنا ندور على مجموعة قريبة من دماغ بعض يعني. فنزلنا. المهم تفاصيل الانتخابات دي عايزة حدوتة لأن كيف تطورت وكيف نشأت فكرة الندوات. طيب أنا على المعنى في جزئية أنت هنا مع الفريق مرتجي ده معنى بقى ومع كمال بيه. دفعت ثمن. أيوه. في الانتخابات اللي بعديها. انا داخل حتى الاستاذ كمال حافظ اول ما اعلنت النتيجه قال لي بقول لك ايه وبقدم استقالتك احنا بنقبلها فورا. هو كانت بيني وبين الاستاذ عادل الشواربي. هو كان عايز الاستاذ عادل الشواربي هو الحاج التونسي الله يرحمهم قاعدين مستنيين. المهم انا عديت. قلت له انا مش هقدمك يا كمال بيه. فاول جلسه شكل المكتب التنفيذي وكان حريص جدا ان انا ما اترشحش. فقالوا بسرعه كده فلان وفلان وفلان خلاص موافقين موافقين. قلت لهم موافقين وليها قصه طريفه احكيها لك بعدين في الجلسه دي برضه. المهم لكن بعد 3 اشهر